اذا في هاي البرينتر شفته كان عنده بيرمننت ماجنت، وانتوا في شغلكم ممكن احتمال كبير تستخدموا شيء زي هيك. فعندي بيرمننت ماجنت دي سي موتور. البيرمننت ماجنت دي سي موتور احتمال كبير بدي اعكس اتجاهه طبعا باستمرار، فمن اسهل الابلكيشنز اني استخدم اتش بريدج. ما بحتاج اكسايتيشن لانه البيرمت ماجنت راح يعطيني الاكسايتيشن، فكل اللي بتحكم فيه هو الارمجر. هلا تذكروا الاتش بريدج بيجي ك كومبوننت، ممكن اشتري كومبوننت واحد كسيركت وحده، بيجي اتش بريدج كامل في الايسوليشن تبع الفايرنج بالسز اللي موجودين هون. هلا اذا بتشغل هذا المحرك فورورد، مين بشغل من الترانزستورز؟ واحد واربعه. بشغل واحد واربعه، فبمشي عندي هون بيعطيني فورورد. اذا بدي اغير الفولتج اللي عليه، ما بدي احط عليه الفول فولتج اللي موجود هون، ايش ممكن اعمل؟ شغل واحد لا، وانا مشغل هلا واحد واربعه فورورد، يعني افرض عم بحرك انا لسبب معين مش شرط بهذا التطبيق، بدي اغير السرعه، بدي اغير الفولتج عليه. فاير استرحاب مثلا او بي دبليو ام. بي دبليو ام تمام. اذا ممكن استخدم بي دبليو ام. بي دبليو ام اختصار لايش؟ بلس ويت موديوليشن. بلس ويت موديوليشن. ففي الحاله هاي راح اغير الفولتج اللي موجود على A1 و A2 من هون بلس وماينس، اني اغير الديوريشن اللي بفتح فيه واحد واربعه. بنشغل واحد واربعه بيكون اون لفتره معينه واوف لفتره معينه. هاي الديوتي سايكل. فعندي هذا الزمن هو تي اون، وبقسمه على البيريد الكليه تي، تكون هاي اسمها الديوتي سايكل. إذا عندي duty cycle DC percent تساوي T on على capital T أو بتساوي T on على T on زائد T on. والأفرج output voltage اللي بيطلع معي بروح على المحرك شو بيساوي؟ بيساوي duty cycle مضروبة في VDC اللي موجودة. كيف هاي الطريقة بحرك بغير الافرج فولتج اللي جاي عبر التيرمينالز تبعون A1 و A2. لو بدي اعكس اتجاه الفولتج مين بشغل؟ 2 و3. 2 و3، ونفس الشيء اذا بدي اغير كمية الفولتج الافرج فولتج اللي على هذا بعمل بلس ويت موديليشن بنفس الطريقة. إذا المحرك ماشي للأمام وشغلت 2 3 شو عمالي بعمل عليه؟ بريكنج. وإذا هو ماشي للخلف وشغلت واحد وأربعة شو بعمل عليه؟ كمان بريكنج، أوكي؟ إذا شغلت واحد وأربعة راح يمشي معي إلى الأمام، فعمالي بعمل فورورد موترينج، وإذا شغلت اثنين وثلاثة ومشي للخلف معناها عم بعمل ريفرس موترينج، أوكي؟ كمان ممكن أعمل بريكنج على هذا السيستم إذا شغلت واحد وثلاثة. بصير بتحول لجنريتر، فممكن هذا الجهاز إذا عندي جهاز ماشي إلى الأمام وبدي أعمل له بريكنج ريجنريتيف بريكنج، لو سكرت هدول التيرمينالز التنين من هون راح يصير عندي راح يعطيني بريكنج على السيستم واحد وثلاثة. المشكلة هون الكرنت مش راح يمشي بعكس الاتجاه إلا إذا كان عندي هاي نسيناهم، إحنا لازم نحطهم. هلا أظن إنه الإتش بريدج أوتوماتيكيا هدول مشبوكين فيه في داخله. اوكي دايس هدول. ففي عندي خلينا ناخذ الاربع حالات المختلفه. اذا اشتغل عندي واحد واربعه راح يعمل عندي فورورد
موتورين اثنين وثلاثة راح يعمل ريفيرس موتورينج. لكن كمان بإمكاني واحد وأربعة أستخدمهم للبريكينج إذا هو ماشي بعكس الاتجاه. جماعة الدرايفز اللي ماخدين درايفز إيش هذا بيشبه؟ مين ماخد درايفز؟ فور كوادرانت أوبريشن. هذا بنسميه فور كوادرانت أوبريشن، ما راح أدخل بتفصيله كثير، بس هذا هو الفور كوادرانت أوبريشن. أحطه في الفور كوادرانت أوبريشن أشغل واحد وأربعة أو اثنين وثلاثة في الأوقات المختلفة. أوكي؟ ماشي الكل واضح. هلا أنتم عندكم بعض مشاريع تبعتكم، مين تبعون الستارة اللي بدهم يسكروا ستارة ويفتحوها؟ كان ايوه ايش اسمك انت؟ امين. امين امين. هاي نفس الفكره بالضبط عندك من هون، انت راح تشغل مره للامام مره للخلف. هلا اذا حسيت السرعه عاليه كثير وبدك تخفف السرعه شو بتقدر تعمل؟ فلس موديليشن. عندك في البيك فلس موديليشن عندك شيك، مش بتقدر تاخذ بورت او حد من الاوتبوت بورت وتشغل عليه فلس موديليشن وتصير تخفف كميه الفولتج هون، لانه ما بدك اياه يضرب ضرب بالاخر. فبامكانك مثلا تعمل بروفايل زي هيك اذا بدك تخليه تزيد السرعه، ولما يقترب يكون عندك مايكرو سويتش تاني يقول لك انك انت اقتربت من هاي ممكن تخفف السرعه تبعته تحط عليه فولتج اقل. ماشي؟ عشان ما يضربش ضرب في الاخر، ولما يبدا شوي شوي مثلا. هذه احد التطبيقات. انت بحالتك ما راح يكون عندك في ستاره، هم بيشتغلوا مشروعهم ستاره مش هيك؟ ففكره الستاره راح يستخدموا دي سي موتور صغير زي هذا، يمكن احتمال هذا حتى يكفيك تعمل شويه جيرنج عليه برفع عليه الترك وبنزل السرعه. فحركة الستار راح تكون على هذا الدي سي موتور، راح ياخذوا مايكرو سويتشز في اماكن مختلفة بحيث انه يعرف امتى يهدي السرعة وامتى يوقف تماما. اوكي؟ وامتى يكون فولي كلوز وامتى يكون فولي اوبن وهيك، بس السيستم بشكل عام راح يكون اون اوف الا اذا هو قرر انه يعمل انه يهدي السرعة، يخفف السرعة هون يخفف السرعة هون، بتعطيني بيتر كنترول. اوكي؟